لا كونستيباسيون ولا القبط اللي كنقولوا عند الاطفال هو كاين واحد هي واحد العلامه اللي كاينه بزاف عند الاطفال اللي كنشوفوها في لا كونسلطاسيون وهي في التعريف ديالها هو ان الوليد كيكون الخروج ديالو صعيب ستادير سوا هذوك الخروج ديالو كيكون قاصح بزاف سواء كيكون كيخرج نورمالمون بحال مثلا كاين شي وليدات اللي كيخرجوا كل نهار الوغ القبض هي اللي كدوز مثلا واحد 3 4 جوغ وما كيخرجش الوليد كيحس براسو بغى يمشي للتواليت ولكن تيمشي ما كيدير حتى شي حاجه بالنسبه للاعراض ديال القبض هو سواء لونفون كتقول لك لا مامون ولدي ما تيديرش مثلا الخروج ديالو صافي واحد 3 جوغ 4 جوغ ولا كيبغى يمشي كيبقى جالس شحال وما كيدير حتى شي حاجه دي فوا هادشي كيكون ملي كيطول داكشي كيولي مصاحب الوجع في الكرش كتبقى تقول لك لا ماما راه تيبقى يتوجع ولا كتقول لك راه ملي كيبغي يدير القبض كيمشي كيجلس ولكن كيبقي يغوت ومن بعد كيخرج داكشي فهمتي داكشي صغير داكشي قليل بزاف الوغ ولا كتقول لك راه فاش كيدير الخروج ديالو هادو باغمي لي زعما لي كومبليكاسيون مضاعفات ديال القبض وتقول لك راه كيبقي يخرج الدم وهذا سي تان بروبليم هذا بحال قلتي سي لا كونسيكونس ديال القبض هو ان الوليد ملي تيكون الكرش ديالو قاصحه تيتجرح وملي كيتجرح هذيك لي سكون ابيل حنا بالفرنسيه راه فيسور انال الوغ هذيك فاش كيبغي يدير الخروج ديالو كتبقى كتعطي واحد الالم شديد عند الطفل هو تالي ما كيبقاش يستحمل هذاك الالم اشنو كيبقى يدير باغيفليكس كيبقى كيجمع المخرج ديالو وما كيبقاش يقدر يدير حيت كيخاف من ديك لا دولور وهذا الشيء ما كيزيد يفاقم المشكل الوغ الاسباب ديال القبض كاينين بزاف ديال الاسباب وهاد الاسباب كتنقسم على حسب العمر ديال الطفل الوغ بالنسبه لو نوفوني اللي حديث الولاده الوغ القبض عنده اسباب والرضيع عنده اسباب والطفل الكبير عنده اسباب الوغ لو نوفوني كنعرفوا باللي الجهاز الهضمي عند الاطفال الحديثي الولاده كيكون باقي الله فتي كي كنقولوا الوغ كيكون باقي خاصو واحد الوقت باش يلاه يبدا يتعود على ليموطاسيون حيت فاش كان في الكرش ديال امه ما كانش كياكل اي دوكو كيخص واحد لا بيريود ديال لادابتاسيون الوغ فهاد لا بيريود كيكونوا بعض المشاكل من بين المشاكل تاع لا كونستيباسيون اللي كي بو زعما تكون عند الاولاد الحاجه الوحيده اللي كنخافوا منها هي واحد لا مالادي اللي هي نورمالمون الحل ان فيت سي اون مالادي اللي كتعطينا اون كونستيباسيون من الزياده وهي اللي كنقولوا لها لا مالادي دو هيرشبرانك هي كيكون عندنا واحد المشكل في الاخر ديال المخرج كيكون عندنا الجدار ديال هذاك لو ريكتوم ولا هذاك الاخر ديال المخرج ديالنا المسران الاخر ديال المسران كيكون عندنا ما فيهش واحد لي غونغليون اي دوكو بحال ما كيتكونتراكتاش كيبقى عريض ودوكو كيبقاو هذوك لي سيل كيتجمعوا فيه ومن بين الاعراض اللي كتاع هذا المرض اللي الوالدين خصهم يردوا لهم البال هما هذاك الخروج الاولاني داك اللي تيقولوا ليه العقه بالدارجه ديالتنا هذاك الخروج الكحل الاولاني نورمالمون الطفل خصو يديرو في 24 ساعه الاولى الا تعطل خصنا نردو البال مع هذاك الوليد حيت يقدر من بعد يدير لينا لا كونستيباسيون ويدير لينا القبض الوغ الوليد خصنا نعرفو بلي لو نوفوني الا كان بالحليب ديال الام يقدر يمشي حتى 8 لي سيل باغ جوغ ولا كان بلولي ارتيفيسيال يعني بالحليب ديال لي بريباراسيون ديال الحليب ديال الفارماسيان كي تنقولوا الوغ يقدر يمشي حتى 6 المرات هادشي في النورمال الوغ الوليد اللي ما كيخرجش نهار نوفوني اللي ما كيخرجش نهار ويومين هنا كاين ان بروبليم الوغ كاين هذا وكاين مشكل اخر عند القبض عند الاطفال اللي هو ليبوتيرويدي بعض المرات الغده الدرقيه ديال الطفل كتكون ما خداماش وملي ما كتكونش خدامه من بين الاعراض اللي كدير هو القبض ثاني حاجه ثالث حاجه من غير هذا الشيء سي سورتو لا ليمونطاسيون خصنا نعرفوا بلي ان كي ديما كنقولوها الحليب الام ما كاينش ما احسن منه وهو كيقاد لينا لو ترانزيت تادير تيقاد لينا الخروج
الوغ كيخلينا كيخلي لو نوفوني يخرج بانتظام تيمشي زعما تيدير الخروج ديالو بانتظام. باغ كونطخ هادوك لي بريباراسيون حيت لا كومبوزيسيون ديالتهم واخا كيحاولوا يردوا قريب شويه لحليب الام ولكن ما كاينش محسن من حليب الام. الوغ بعض المرات كاين نوع من هادوك لي بريباراسيون اللي كيدير لينا القبض. وشنو كنديروا حنايا الا كانت الام كترضع غير كتعضع ميكس يعني كدير البزوله وكدير هذا كنقول لها حبسي الحليب لا فارماسي وخليك غير بالبزوله ونشوفوا اسكو زعما اسكو زافا دون. الا كانت لا مامون مثلا ما عندهاش حبسات الرضاعه وهذا ديك الساعه كاينين بعض لي بريباراسيون اللي كنديروهم اللي كيكونوا زايدين فيهم بعض المواد اللي كيسهلوا لنا الخروج عند 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 الطفل. وابخي الوليد ملي كيفوت 6 mois وكتبدا لا ديفيرسيفيكاسيون. لا ديفيرسيفيكاسيون كنديروها ايتاب بار ايتاب وكندخلوا ليغوم بار ليغوم وكندخلوا برودوي بار برودوي باش كنشوفوا لا توليرونس واش هاد الوليد غادي يتقبل هذاك النوع الجديد تاع الغذاء اللي دخلنا ليه ولا لا. حيت باغ اكزومبل كاين شي وليدات اللي كياكلوا خيزو كيدير لهم القبض، كاين وليدات اللي كيدير لهم الرز كيدير لهم القبض. اون جينيرال الرضع كيكون عندهم مشكل غالبا في النظام الغذائي ديالهم، كيخصنا غير نقادو شي حاجه نقصو شي حاجه ولا نزيدو شي حاجه باش تقاد لهم لا كونستيباسيون. بالنسبه للعلاج ديال المشكل لا كونستيباسيون عندنا جوج عندنا شقين في هذا الشيء. عندنا العلاج اللي كنقولوا ليه سيمبتوماتيك يعني اللي كيحل لنا غير الاعراض يعني اللي كييسر لينا وكيسهل لينا الخروج ديال الطفل. كاينين بعض السيروات كاين بعض مثلا دي سوبو اللي كيسهلوا الخروج وكنمشيو كاع بعض المرات اللي كنديروا ان لافاج يعني باش كان الا كانت الخروج شويه قاصح وهذا بحال كنرطبوه باش يسهل عليه الخروج. وكاين الشق الثاني هو العلاج ديال السبب، حيت الا ما حيدناش السبب واخا نتريتيو غادي عاوتاني عاود رجع لنا المشكل من الاول. الوغ السبب مثلا الا كانت عندنا ليبوتيرويدي خصنا نتريتيو ليبوتيرويدي. كان عندنا المشكل مثلا ما هضرناش على قبيله لا مالادي سيلياك اللي كتكون حساسيه للغلوتين حتى هي كدير لا كونستيباسيون خصنا نديرو ريجيم سون غلوتين. كانت عندنا مثلا بروبليم في النظام الغذائي كيخصنا نصوبو النظام الغذائي نعاودو نقادوه مزيان باش يمشي مزيان. فوالا هادشي اللي كاين.